دي. طيب هخرج شويه من افريقيا وهرجع لها، لكنك باعتبارك قريب شويه من يعني القصه داخل نادي الزمالك. ماذا يدور الان داخل نادي الزمالك؟ الامور جوه نادي الزمالك لحد دلوقتي ما بين شد وجذب في موضوع التجديدات. نعم. في شويه بعض الوسطاء بدات يتدخلوا ان احنا نقرب وجهه النظر شويه ما بين الزمالك وطارق حامد او الزمالك ومحمد ابو جبل. يمكن ملف بن شرقي موقوف شويه لحد دلوقتي، ما فيش اي جديد فيه. الزمالك بدا يخطط للموسم الجديد، لكن لما اتكلموا مع فريق على الصفقات قال لهم انا لسه في شهر شهر كان الكلام ده كان في شهر مارس. نعم. قال لهم انا لسه داخل على شهر ابريل واحنا الموسم في مصر لسه بينتهي في 9، فلا يعني بدري قوي ان انا اقول لكم دلوقتي الصفقات بتاعتنا هتمشي ازاي وهتروح فين. لحد دلوقتي هم في النادي على الاقل حتى بيحاولوا ان هم يعدلوا بعض العقود بتاعه اللعيبه اللي خصوصا اللي فيها شروط جزائيه زي عقد زيزو وعقد الونش عشان ما يحصلش اي مشاكل مستقبليه، لان اللاعب ممكن يدفع الشرط الجزائي وينتقل لنادي اخر. فالحاجات دلوقتي لحد دلوقتي الامور في الزمالك مش مستقره ومش واضحه. نقدر نقول ان ممكن ملف الصفقات او المستقبل بتاع الفريق في الموسم المقبل يحدد مع نهايه مايو او شهر 6 على الاقل، حتى مع فتح باب الكيد. ما تم الاعلان عنه من انه سيتم الاعتماد على فريق 2003 لم يحدث بالتاكيد، لكن هناك اعلان انه هناك عدد من اللاعبين لن يتم التجديد لهم، على راسهم طارق حامد، بن شرقي، ومحمد ابو جبل، ما اعرفش مين في حد غيرهم، ونجم مثلا او ورزاق سيسي. ورزاق سيسي تقريبا ما بنشوفوش يعني بالظبط، هو نجم نفس الكلام، وكان موجود مع نادي الاتحاد، كان منور مع نادي الاتحاد، ممكن واحد ينجح في نادي وما ينجحش في نادي. لكنه هل سيتم الاستمرار على السياسة المعلنة دي انه لن يتم التجديد، ولا الايام يعني بتداوي هذه الجراح وحلاقي كتير من اللعيبة دي موجودة في النادي، واين ناشئ الزمالك الذين تم الوعد بدفعهم في المباراة السابقة؟ انا اتوقع قصة التجديدات ما انتهتش، وممكن يبقى فيها كلام اكتر من مرة، والموضوع مطول في الزمالك ومش هيحصل غير قبل نهاية الموسم. وانا اتوقع ان ممكن حد من طارق حامد او جبل يكمل ويجدد عقده مع الزمالك. نعم. يعني انا شايف برضو ان ملف بن شرقي صعب شوية، والسبب في كده ان انا يعني احساس او توقع ان بن شرقي نفسه مش عاوز يجدد مع الزمالك. عايز ياخد تجربة جديدة. لكن هل لديه عروض؟ وده السؤال. هو وكيله بدأ يحاول يسوقه في الخليج، في الإمارات وفي قطر، لكن لحد دلوقتي هي مش عروض رسمية، كلها كلام عادي، والكلام كله مقابل مادي لا يرتقي لتطلبات وتطلعات. عودته إلى خطورته في مباراة بيراميدز، تسجيله هدف، صناعته هدف، ظهوره بمظهر جيد، بيديله حتى هو على الأقل ثقة في نفسه، أو بيخلي المسؤولين في نادي الزمالك يراجعوا حساباتهم من جديد؟ لا ممكن طبعا، الجماهير مرتبطه جدا ببن شرقي. ممكن المباراه الجايه لو حافظ على مستواه وكان يعني سند كبير للزمالك هجوميا واضاف للنادي، ممكن الاداره تبدا تتحرك ان هي تحاول تجدد له، خصوصا ان هم ممكن برضه يخافوا من تكرار اللي حصل مع ساسي في شهر 6 الماضي لما مع نهايه عقده فاجئنا ومشي قبل نهايه الموسم. ممكن يحصل مع بن شرقي ويقرر يرحل مع نهايه عقده قبل نهايه الموسم، واحنا عارفين ان الدوري لسه هيخلص في 8 او في 9، فده ممكن تكون مشكله للزمالك. لو بن شرقي حافظ على مستواه وحافظ على سجله التهديفي زي ما شفنا في ماتش بيراميدز، ممكن يبقى في فرصه ان النادي يبدا يفتح معاه في التجديد تاني. شايف ان فريرا عاد الانضباط لفرقه الزمالك؟ يعني انا اكتر حاجه بحبها في شخصيه فريرا ان هو شخصيته قويه، ما راجل ثابت عنده قراراته، ما بيفرقش معاه لاعب غاب او لاعب ما غابش، اهم حاجه عنده المجموعه. فديت كلها العوامل هتساعد الزمالك ان هو يستعيد بريقه مره ثانيه.